طبعا احنا دايما بنحاول ان المفاجآت اللي معانا تبقى حاجات الاطفال حبوها وشافوها قبل كده وطلبوها مننا تاني، وده فعلا بيحصل كتير قوي على الصفحه، وحاجات كمان احنا بقى الكبار اتربينا عليها. من اجمل الحاجات دي مسرح العرايس. زمان يا اولاد كان في اوبريت كده اسمه الليله الكبيره، حد فيكم شافه؟ حد فيكم شاف الليله الكبيره؟ ده فايتكم كتير بقى. الليله الكبيره ده كان اوبريت كبير قوي طويل قوي، وكان هو كله عباره عن مسرح عرايس، كان حلو جدا 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 جدا. وارجوكم انتوا بقى وكل اصحابنا اللي شايفينا، لو سمحتوا خلوا بابا وماما يشغلوا لكم الاوبريت ده اتفرجوا عليه لانه حلو قوي. اسمه ايه؟ مسرح كبير. الليله الكبيره اسمه ايه؟ الليله الكبيره. ما تنسوهوش عشان انا عايزاكم تتفرجوا عليه. اتفقنا؟ انت عارفه يا بندخ انا فرجتك عليه. ايوه طبعا. صح؟ عارف بيقول ايه؟ ايوه قول كده. بيت سيدنا الوالد نوروها، محلى البياري والناس بيزوروها. بيت سيدنا الوالي ترارا في الجو عالية، محلى البياري لما نوروها. الله عليك يا بنتوخي. شطور يا بندوخي شطور. انا فرحانه بيك قوي، عايزاكم كلكم تحفظوها زي بندخ كده ارجوكم. اتفقنا؟ اتفقنا. النهارده بقى احنا معانا برضو مسرح عرايس اسمه The Wonderful Team، الفريق الرائع. كانوا معانا قبل كده وعملوا لنا عرض لطيف جدا الحقيقه، والنهارده كمان هيعملوا لنا عرض حلو قوي عن الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه، ترشيد الاستهلاك يا بنتخ وازاي نحافظ على الموارد وكده. فمعانا شهد وفرح ونهى وسلمى هيعملوا لنا عرض حلو قوي، وبعد كده بقى نتعرف عليهم بعد ما نتفرج على العرض. يلا بينا. يلا بينا. مستعدين؟ يلا بينا. انا متشوق. كائن يا مكائن يا سعد يا اكرام، وما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. كان في مره قريه كان عندهم خير كتير قوي، وكان عندهم نهر سحري، وكانوا فرحانين جدا بالنهر السحري اللي كان بيعدي عليه العصافير والطيور الجميله، والناس كلها فرحان والقرية كلها خير وأشجار وخضرة جميلة، وأهل القرية بقى كانوا بيستخدموا المية دي عمال على بطال، يسيبوا الحنفيات شغالة ويغسلوا العربيات كل يوم، والأولاد الصغيرين كمان كانوا بيرشوا مية في الشارع. يا حسون يلا عشان نلعب زي كل يوم. يلا بينا يا ميمون، هنروح للحنفية اللي على أول الشارع ونرش مية زي عادتنا. يلا نغرق الدنيا مية. يلا. انت يا ولد انت وهو، برافو عليكم، الدنيا طراوة قوي عشان رشيتوا المية، خلت الجو رطب وجميل وحلو قوي قوي قوي. ازيك يا عم ربيع. ازيك يا ست سعدية. بقولك يا عم ربيع. تحت امرك يا ست سعدية، اتفضلي. انا كنت معدية لقيت في حاجة غريبة قوي. حاجة غريبة؟ حاجة غريبة ازاي يعني؟ النهر السحري. ماله النهر السحري الجميل المزهزه اللي ما بيخلصش؟ المية بتاعته بتقل. تعرف حاجة عن الموضوع ده؟ ازاي؟ ده نهر سحري يعني مش بيخلص والمية كتيرة. يكونش السحر بتاعه خلص. ايه يا ست السعدية اللي انت بتقولي ده؟ ايه ده؟ يخلص ازاي؟ بقولك النهر سحري ما بيخلصش. طب ما تيجي نشوف يا عم ربيع الموضوع ده. لازم نجمع اهل القرية ونروح نشوف النهر ماله. لازم. يا اهل القرية يا اهل القرية. ايوه يا تيتا يلا يلا كملي. وبعدين بعد ما عم ربيع وسعدية راحوا يشوفوا النهر ايه اللي حصل؟ اكيد شافوا ان النهر زي ما هو ما قلش ولا حاجة، ده نهر سحري يعني مش بيخلص. لا طبعا النهر ما بقاش سحري، ومنسوب المية قل جدا وكل يوم بيقل عن اللي قبله، وبقت الناس بتستخدم المية على قد جدا،
وكل واحد عارف إنه لو استخدم زيادة عن اللزوم النهر هيخلص ومحدش هيعرف يعيش من غير مية، وإن النهر السحري ده كان لازم يجي يوم ويعرفوا قيمة النعمة اللي في إيديهم. شفتوا اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا ميمون؟ النهر رجع يبقى زي الاول تاني. تقريبا كده النهر السحري عرف اننا عرفنا قيمته الحقيقيه وبقينا نحافظ على الميه بتاعته، فرجع زي الاول تاني، نهر سحري جميل مزهزه. ايوه ده انا بقيت بقفل الحنفيه ومش بسيبها تنقط ولا نقطه صغيره. وانا وميمون ما بقيناش نرش ميه في الشارع تاني زي الاول. ايوه حصل، وكمان لما باخد شاور او بغسل ايدي بفتح الحنفية على قد ما بستخدم عشان المية ما تخلصش. انتوا عارفين لما النهر قل كل حاجة ما كانتش حلوة، العصافير والطيور ما كانتش بتيجي، الزرع كله مات ورجع تاني لما النهر رجع. احنا كده كلنا عرفنا قيمة المية، وعرفنا كمان ان مش عشان هو نهر سحري فاحنا براحتنا ونصرف في استخدام المية. ليه بقى؟ ليه نصرف بقى في استخدام المية؟ عن نفسي ما بقيتش اغسل العربية كل يوم، ولما بغسلها بكون واخد بالي بكل حذر. النعمة اللي ما كناش واخدين بالنا منها، ده والله ده اللي انا بقيت بعمله بالظبط كل يوم. كلنا مسؤولين عن المية اللي بنستخدمها، وكلنا هنتحاسب عند ربنا، فلازم نحاسب نفسنا الأول، ولازم نحافظ على نعمة مولانا. وبكده تكون القرية كلها عرفت قيمة المية وعرفت ازاي تحافظ عليها. وانت يا بندق انت ولوزة لازم تكونوا عارفين قيمة المية واهميتها كمان. طب انا عندي سؤال. قول يا بندق. ازاي المية هتخلص واحنا درسنا في المدرسة ان المية نسبتها 71% من مساحة كوكب الارض، يعني كتير قوي. 71% دول منهم 97.5 مية ملح واتنين ونص بس مية عذبة، يعني الملحة أكتر بكتير من العذبة، فعلشان كده ممكن تخلص. أنا عرفت كمان إن في 40% من سكان العالم مش بتوصل لهم مية نقية للشرب. يبقى نقول الحمد لله ونقدر نعمة ربنا زي ما أصحاب القرية دول قدروا نعمة النهر السحري. أقولك يا تيتا، وانا بغسل لساني كل يوم الصبح وبالليل بقفل الحنفية، ولما بخلص بفتح الحنفية تاني واستخدم المياه براحتي. وانا لما بساعد ماما في غسيل المواعين بفتح المياه لما بحتاجها بس، لكن مش بسيبها دايما شغالة. برافو عليكم يا حبايبي، وانتوا كمان يا اطفال يا حلوين لازم تعملوا زي ما بندق ولوزة وتستخدموا المياه بحذر. اتفقنا؟ اتفقنا. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. لا لا تصرف في الماء لو كنت على نهر جاري، لا لا تصرف في الماء لو كنت على نهر جاري، تحيا عيشة السعداء وليرضى عنك الباري، تحيا عيشة السعداء وليرضى عنك الباري. يرضى عن كلبه. حلوه قوي الحدوته، برافو. طب اتفضلوا.
اتفضل يا سمسم. يا بندق. اهلا اهلا اهلا. هو بندق اخوك ده اللي معاهم؟ بندق. بندق. اهلا يا بنات، ازيكم؟ الحمد لله. ايه الحمد لله. حلو قوي العرض. شكرا جدا. انا عايزاكم بقى تعرفوني كده بنفسكم الاول. سلمى سعيد. سلمى. نهى رشاد. ونهى. فرح شوقي. وفرح. شوقي سعيد. طبعا انتوا تاني مره تكونوا معانا، نورتونا قبل كده وعملتوا لنا عرض حلو جدا واتبسطنا قوي. واحنا اللي اتبسطنا والله. اصحابنا كمان اتبسطوا وقالوا لنا على الصفحه عايزين نشوفهم تاني. الحمد لله. الحمد لله. حلو قوي العرض اللي انتوا عملتوه، وعجبني كمان ان انتوا دخلتوا فيه معلومات. يعني يعني احنا قلنا يعني في الحدوده اللي شفناها دي، احنا قلنا ان الميه كام في الميه من مساحه الكره الارضيه؟ حد فاكر كام؟ كام؟ 71 صح؟ ايوه 71% من مساحه الكره الارضيه، بس الميه العذبه قليله قوي قوي قوي. 2.5% بالظبط بس منهم، فعشان كده لازم نحافظ عليها يا اولاد، صح؟ طيب انا عايزاكم تقولوا لي بس انتوا عملتوا الفريق ده ايه؟ الفكره جت ازاي؟ مين صاحب الفكره الاول فيكم؟ انا كنت انا صاحبه الفكره. فجينا كنا بنتكلم، كنا قاعدين عادي جدا، فشرحت لهم قلت لهم انا عايزه اعمل كذا، يعني عايزه اعمل مسرح حرايس، بما ان ده اصلا تعليمنا، ده اصلا تخصصنا، ده تخصصنا اصلا. احنا اصلا اعلام تربوي. ايوه اعلام تربوي، بقى عندنا قسم مسرح، مسرح حرايس. قسم مسرح حرايس. انا ما اعرفش ان في حاجه اسمها لا كده. احنا مشروع التخرج بتاعنا ان شاء الله مسرحيه حرايس. الله. احنا في سنه رابعه. يعني انتوا لازم تدرسوا. اخر سنه. ايوه. وشادي ده حلمك من زمان يعني من قبل ما تدخلي اصلا؟ الصراحه من اول ما دخلت الكليه. انا بحب المسرح جدا، بس اول مره لما دخلت احنا اصلا بنمثل المسرح. تمام. في مسرح الجامعه بتمثلوا مسرح عادي. بس مسرح العرايس دي يعني ده تخصصنا اصلا، تخصصنا في كليه في الدراسه بقى. ده انا حلو جدا. فقلت لهم طب ما نستفاد باللي احنا بنعمله، ونعمل مشروع بالحاجات اللي معانا يعني بالامكانيات اللي معانا. فراحوا اتفقوا جدا معايا يعني. نهى عملت صفحه، وفرح قالت لا انا بكتب السكريبت. تصنيع العرايس، مين اللي بيصنع العرايس؟ احنا اللي بنعملها. انتوا ده بتدرسوه برضو؟ تصنيع العرايس بتدرسوه؟ انا ما انا 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 منبهر، انا ما كنتش عارف. بنعمل كل تفاصيل. لا ما كنتش عارف ان في دراسه كده، انا اتبسطت. لا حلو جدا. تقريبا يعني اصحابنا اللي عايزين يعملوا زيكم يقدروا يدرسوا ده فعلا. ايوه تربيه نوعيه. احنا بندرس نعمل عرايس، وبنعمل الديكور، وبنعمل الصوت، بنكتب السكريبت. ايوه كل المونتاج، كل اقسام المسرح. هايل هايل. ده حاجه تقريبا مفيش حد يعرف عن الكليه بتاعتنا اصلا، يعني احنا اتفاجئنا في الكليه يعني اصلا. انتوا اصلا اتفاجئتوا لما جيتوا تدخلوا الكليه؟ انتوا ما كنتوش عارفين ان مش تعرف. ايوه كليه التربيه النوعيه جامعه قسم اعلام، اعلام تربوي، قسم اعلام تربوي، والتخصص هو المسرح العرايس. مسرح عرايس. لا يعني برافو عليك، وبرافو اصلا ان انتوا لسه في الجامعه وقررتوا ان انتوا هتاخدوا خطوه، انتوا في ارض الواقع بقى في سوق العمل، يعني دي مش حاجه سهله. فانا بحييكوا جدا وبرافو عليكوا. انت جايبه ايه شهد؟ جايبه حاجه للاطفال؟ هدايا وحاجه بسيطه للاطفال. اتفضلي وزعيها عليهم يلا. ايه بقى الهدايا البسيطه؟ هيشوفوها دلوقتي. دي نتفرج. اتفضلوا. الله بونبونيه وحاجات. الله وندرفول تيم. دي جواها ايه؟ كراسات رسم وقلم؟ كشكول وقلم، وفي بونبوني. بونبوني. ايه اللذاذه دي؟ نورتونا والله. بس ما انت هيزعل منكم. لا طب ليك بقى ليك. بيوتي بتاعتك هي بندق قدامك. برافو. اللي هو بندق ده، انتوا عارفين ان بندق اخو اسمه بندق برضو؟ بندق؟ فانتوا خدتوا يعني. ايوه في بندق تاني اتعرف عليه بقى. كنيش نفسي كنيش. الله يسامحه بقى. الله يسامحه اللي حلق لي شعري. ايه يا بنت المدرسه يا بنت؟ هتدخل المدرسه وشعرك مش لازم تحلق شعرك وانت داخل المدرسه؟ كان كيرلي. لا كده جميل. لا بس كده حلو. كده جميل كده حلو يعني. هقلب لك على السوق. ميرسي. شكرا قوي على الهدايا الحلوه اللي فرقتوها على الاولاد، وبشكركم جدا ان انتوا كنتوا معانا النهارده. عايز اسالكم اتبسطتوا يا اولاد النهارده؟ ايوه اتبسطتوا يا بندوخي؟ جدا. يا رب اصحابنا كمان في البيوت يكونوا اتبسطوا النهارده، واستنونا بكره ان شاء الله في حلقه جديده الساعه 11 الصبح. يلا بينا نتصور. قوموا يلا، او خلونا هنا، تعالوا معايا يلا، تعالوا يا بنات يلا يلا.